يا جماعة، هادو هما التعليمات الجديدة. باش ننجح وباش ننجح العملية لازم نبدوها بالحرف الواحد. إن شاء الله. تأمنوني يا جماعة، راني متفائل خير. إن شاء الله. إن شاء الله ما يكون. وإن شاء الله ما يكون غير خير إن شاء الله. إن شاء الله. دمنا رايحين نرفعوا الجلسة نتاعنا كما جرت العادة. يلا. تحية الجزائر. شاقي ما الفجر اللي شاقي قام الكتير شاقي ولا رئيسي حفيان والطريق طويل حفيان والتميسي حفيان مسير طويل عنده ما يصبر الطريق طويل باش يرجع السلام عليكم. السلام ورحمة الله.
اهلا سي بوغنطاره. السلام عليكم. السلام عليكم الله. عاش مشافك سابق هذا الكراك اخويا على سلامتك. الله يسلمك. واش راك في تسعر؟ انا لاباس، بصح راك عارف الظلم والحقره اللي عايشها الشعب هاكاك، والسعيدين راهم واعيين بالحاله، وحنا رانا قايمين بالواجب على حساب لي مويا. راني عارف يا سي عبد القادر، الشعب كله راه يشوف لينا هاد الحالة، بصح ما غاديش تطول إن شاء الله. راه جاي النهار اللي نزعزعو تحت كرعيهم الأرض هاد الكلاب، نحروا البلاد إن شاء الله. إن شاء الله إن شاء الله سي بوغنطارة، حنا بعدا رانا واجدين اليوم ولا غدوة. يلا جاي نهارهم يا سعد القادر. ايه نوضو نصلو بوغنطاره مادام الجامع قريب، ومن بعد نمشو للدار قد ما يتلحقوا شي عشره ونتعشوا مع بعض ان شاء الله. يلا طريق. اتفضل سي بوغنطاره. مرحبا بك. شكرا. بارك الله فيك سي عبد القادر. طيب لنا فنجان قهوه. طيب راه وصل. مرحبا القهوه راه واجده. زارتنا بركه. اتفضل. يجي تفضل. مرحبا بك. ما تحشمش في دارك وراك عند خوك. بسم الله. شكرا بارك الله فيك. يا الله يا بسم الله. يا سي عبد القادر باينه على وجهك راه معييك حس الماشينة. والله غير عندك الحق يا سي عبد القادر، راني عيان تاع الصح، بالرغم انه حتى حاجه ما تعيني فوق هذه الارض الغاليه اللي عليها نتمشى ليل ونهار حتى للاستقلال. وفي ذاك النهار يا سي عبد القادر نديرو فيها برادتي بالنعناع وقاطو. راه طول ومتى يجي ذاك النهار؟ كي اليوم كي اليوم، واللي عند ربي ماشي بعيد. انا نوضى نجيب القهوة وانت تطرح وكسلك وايمك مليح وراك في دارك. تفضل سي عبد القادر. الله يزيد فضلك.
من فضلك برك سي عبد القادر جيب لي شويه ما راني عطشان. ما يكون غير خاطر. الحب الجزائري ديما حنين وكريم. ندير قهوه خفي روحك وعجلي لي بالماء الضيف راه عطشان. راه الماء فوق ولا؟ نديرهم كاع في السنين. واه، هنا في السنين كلشي خطره واحد. شنو نقول لك امر الله يعطيك الخير والله يفتح عليك. ونهار اللي نستقلوا ان شاء الله راني نجيب لك كادو. ان شاء الله يا ربي. الكادو نتاعي هو نستقلوا ونشوفوا ولادنا عايشين في النعمه والخير وياكلوا في غله البلاد بزاف عليا. هيا روح روح ضيف راهي قاعد. استنى استنى راك نسيت التما. شابة يديري دوك في بلادنا ونحلوا القهوة بالتمر بصح كيما شربونا المر غادي نشوفوه من وين الحالة هذي. مرحبا 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 وسهلا على سلامتك راك داير لاباس غاير الحمد لله وانتوما كيراكم دايرين الحمد لله هاك الماء وشرب حتى تروى بسم الله. بصحتك يا سيدي. الله يسلمك يا سيدي. ها القهوة وهات مربعة تحلي الله غالب. والله غير قهوة مزيرة نتاع الصح يا سي عبد القادر. قلت لك القهوة تقلع عليك العيب وراك عارف القهوة بملة ما سعيدة. شايا نصحب حاجة ما تكثرش منها لخاطر الحشارة قريب يوجد طعيمة بالحليب على يد الشرع. مزية خبرتني طعام هذاك ما نبغي بصح كنت ما تكلفش على روحك يا سي عبد القادر. طعام راه غير الضياف وأنا مانيش ضيف. إيه والله هذا الرومي ما خلانا غير الخروب المر. المهم خبرني وقتاش يجوا جماعة؟ يكونوا جايين رانا تفاهمنا باش نتلاقوا هنا بعد صلاة المغرب ونتعشوا مع بعض. بصح راه نطولوا شوية شو اش كاين؟ ما يكون غير الخير إن شاء الله. ما تخافش عليهم شاش رازوا عماء ونزيدك حاجة فرحوا بزاف من خبرتهم باللي راك جاي وراهم يحوسوا غير يتلاقوا بيك وراهم يكونوا جايين. هادو ما يكونوا غير هما قال لك جبت سيرة السبع يهدف. اشرب القهوة وانا نمشي نحل الباب. تفضل تفضل سي عبد السلام ورحمة الله. بس عليك تفضل مرحبا بك بسم الله. وين خليت محمود محمد؟ خليته مرايا جاي. درت له بشوي ويأسوا طريق لك درت غايه بارك الله فيك. اخبارك مولتا؟ بسم الله. اتفضل. بسم الله. اهلا اهلا يا خويا عاش من شافك. اش راك؟ الحمد لله. وانتم كيراكم؟ لاباس الحمد لله في هذه الساعه. ريحوا. وانتم كيراكم؟ لاباس الحمد لله. اخويا تشوقناك. الله يسلمك. اسمحوا لي نغدا الحل. تفضل. شاش راهم يحوزوا ويشوفوك. تفضل. شال عليك. صباح الخير. خاطر الله. هادو. صحيح صحيح. بسم الله. السلام عليكم. اهلا. اهلا سي بوزو. لك شويه. صباح الخير. انت وقيت شفتك شويه. اهلا. سلام عليك شويه. سلام عليك. سي علي لك شويه. صحة نبي راك مبكر الواقي عشويت شويه هنا. قادر الشاشة كانوا متوحشينك وكانوا يسقسون عليك. بارك الله فيك سي عبد القادر. لازم يديروا في بالهم بلي الحركة الوطنية راهي تاكل عليهم ووضع فيكم ثقة كبيرة. شكرا. اشرب القهوة قدام لا تبرد. صحيح سي عبد القادر. هاك محمود صحيح تبارك الله. شد محمد انا كنت تعبوني ما تشربوش.
راه جاي طعام بالحليب، راه باغيكم تشبعوا باه ياكل طعام غير وحده. نيشان راني موجدكم زلافه طعام بالحليب. راك جواتني سي عبد القادر، غادي نخليكم كيما هاك باه تجوعوا مليح. ايه يا جماعه، راني نخمم في خوتنا اللي ما لقاوش شي ياكلوا غير الخروب، كي راه صار لهم؟ على جال هذا الشيء راني هنايا اليوم باش نبلغكم بالتعليمات الجديده نتاع الحركه الوطنيه. يا درا زرتو سي الحاج بالحارس كي راه غير شويه ياك مراش مريض. واش نقول لكم يا خوتي، ما كاش اللي يشوفه ولا اللي يطل عليه، كل شيء راه مزير، حتى الجورنال ممنوع. يا جماعه كون نسيبو كي نديرو نهربوه راه يكون مهلوك بالجوع ومضرور بالتعذيب على يد دوك الكلاب الله يحرقهم. بصح راها ليهم، راه جاي نهارهم. هذه فكره مليحه سي عبد القادر، وعلاه لا يا جماعه؟ ما تقلقوش يا جماعه، سي الحاج راه في صحه مليحه وحتى حاجه ما تخصها. كيفاش حتى حاجه ما تخصها؟ وعاش بربع حيطان. كاين واحدين راهم معاه في الحبس، عاسينا واقفين على صحته، وكيما قلت لكم لا يخصه والو، والكلمه اللي قالها سي عبد القادر في بلاصتها راه جاي نهارهم ان شاء الله. قول لي محمد، ياك ماكش ناسي الامانه؟ وهذه حاجه نساها، كل شيء نساوي يلا. ما تنسوش انا ولد الكشافه وفوجي هي اللي شاد عليا. نعرف خويا على خاطر بلا تسمح في كل شيء. جماعه سمحوا لي نقدر نجيب الحشا وندخلوا في الفائده ان شاء الله. تفضل سي عبد القادر. يا الله اجي 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 خمسة روحك خمسة. راه وجد الحشا؟ صاير وجد، وحط الميدا ونغارب الى ما انا فرغت الحليب. صح شد عليا محمود. صح سي عبد القادر. يا الله هاك الزلافة ودي معاها الحليب. بارك الله فيك. نهار الاستقلال ان شاء الله نشري لك حايك وصباطار ان شاء الله. ان شاء الله. راه جا طعام تقدمه. بسم الله. شد عليا محمود. صح سي عبد القادر. يا ربي ها يا سيدي. يا الله هاي قرب بابوس. بسم الله سلكوا. بسم الله هاي ما بالحليب تاع الجدود. زيد سقي لي سار. بسم الله ان شاء الله من فمك ربي نسقلو ونعيشو عيشة هانية يا ربي. باغية نشوف ولادي يقرو ويلعبو لابسين ودافين مليح، ناسين الجوع والحقرة يا ربي. يا ربي غلبهم على عدياننا وعمي عينين الرومي عليهم يا ربي. يما شركي تقولي راك تهضري غير روحك. راني نطلب في ربي يربحك في قرايتك يا بنتي. سمعتك واش كنتي تقولي انتي وبا؟ يما استقلال راه شيء وحنا نجيبوه. هاد الهضره ما نسيتش نسمعها يا بنتي، اللي هي بقرايتك. راني قلت لك الاستقلال وحنا نجيبوه. الحمد لله يا ربي. زيدوا شاشرة طعام. لا بارك الله فيك سي عبد القادر، الله يخلف كثر الخير. شوف بالك جماعه بالك راهم. لا الحمد لله فيها بركه الزلافه سي عبد القادر. هو وين باغي نزيدوا؟ الله يخلف. دوك سمحوا لي ندي المائده ونولوا للفائده ان شاء الله. خلاص سي عبد القادر. يا الله هاني جيت. سمحوا لي لا بطيت عليكم. ودوك نبدو. بسم الله. بسم الله. يلا على بركة الله. سعد قادر وراهي الأمانة. محمد مساعدين على جلال الموت. Thank you.
نشم ريحه الاعلام، نشم ريحه الحريه. الله اكبر الله اكبر، تحيا الجزائر تحيا الجزائر. بسم الله وعلى بركة الله نفتحوا الجلسة. بسم الله بسم الله بسم الله. كما تعرفوا يا جماعة، الحالة راه زادت تخلطت في البلاد، وكل يوم الشعب راه ينضر من الفقر والجوع. هكذا والاستعمار ما رحمناش، يقبض على خاوته، يسجنوهم، يسلبوا حريتنا، يعذبوهم، يقتلوهم. عندك الصح، إذا احنا في وقتنا رانا كيما هاك، وجدودنا كيفاش كانوا عايشين معاه؟ واش الحل هاك؟ كيفاش نديرو؟ على بالكم بلي هم قبضوا على الحسين حاج ومعاه 28 من خوتنا المناضلين في القضية الوطنية، وهذا الشيء ما منعناش أننا نواصلوا النضال تاعنا في قضيتنا العادلة. إذا بعد ما تلاقيت بالمكتب الوطني في اجتماع وتحاكيت مع السي فلاني عضو اللجنة المركزية لحزب الشعب، راهم عطاوني تعليمات جديدة، واللي على جالها راني هنايا اليوم. خبرنا شنو كاين جديد؟ شنو هما التعليمات اللي عطاهم لك؟ هي اننا نكثفوا النشاط نتاعنا حتى تكون النتيجه الاستقلال. الاستقلال باذن الله، بقاو بالعقليه ولا بالدم. تحيا الجزائر. الله اكبر الله. هذا هو الصح، الاستقلال، ورانا واجدين حتى نموتوا في سبيل الله والحريه. الخبر يفرح، نعرفكم حارين على البلاد، وراه كل جزائري مستعد باش يموت من اجل الوطن. الشي اللي نبداو به يا جماعه هو الخلايا السريه. لكل خليه وظيفتها، منها اللي تلمد السلاح، ومنها اللي تجمع المساعدات على المواطنين، ومنها اللي تكون خيط بيننا وبين خوتنا في الفيلاجات والدواوير وفي الصحة حتى في الصحراء. وهكذا مادام الحركه تكبر واعضائها يزيدوا وينشطوا، الاستعمار ما يقدر يدير والو. والحمد لله يظهر لي انكم راكم واجدين للنداء الوطني، وهذا الشيء ما هو الا البدايه، وفي كل مره رايحه تجيكم تعليمات. ما جيت كشافه اسلاميه، عمرنا ما حبسنا النظام. ملي اسسنا كشافه رانا واجدين وقائمين بالدور اللازم علينا، باش يكون في علمكم بلي كل خلايا تاع عندنا تخدم المده ما حبسناش. وزيد الشيء الكبير اللي قمنا به هو التكوين السياسي للشعب. المهم من غدوة نبدو في التعليمات، وانا نقول نتلاقوا بجماعة غدوة ان شاء الله، نخبرهم بالموضوع ومن بعد نبدو في المهمة ان شاء الله. ان شاء الله نتلاقاو غدوة معاه، غادي يفرحوا وراهم يستنوا. هذه حاجة باينة حتى هما يكونوا واجدين. وفي الاخير يا جماعة نقول لكم الله يوفقكم. امين ان شاء الله، ويوفقنا معكم في هذه المهمة ان شاء الله. الجلسة مرفوعة، وقبل هذا الشيء حطوا يدينا فوق الاعلام. نعاهدوك يا جزائر، نحرروك للآخر قطرة من دمنا. الله أكبر، تحيا الجزائر. تحيا الجزائر. بسم الله الرحمن الرحيم. الجلسة مفتوحة جماعة. على كل حال، البارح كان ضيفنا المنسق الوطني لحزب الشعب، وأعطانا تعليمات نمشوا عليها ونطبقوها، والنتيجه ان شاء الله هي الاستقلال. ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله. احكي سي عبد القادر، راك شوقتنا. احكي، فين جعنا قلوبنا؟ واش طلبت منا الحركه؟ اسمحوا لي يا جماعه، التعليمات هي نزيدو كثف النشاط في سريه تامه، ونحضروا النهار اللي راه كل جزائري قال له. محمد ماذا بيك؟ توحني في المهم يا جماعة، هذه هي التوصيات والتعليمات اللي جاتنا من الحركة، لازم نخدمه ونطبقوها
بكل ما حضروا ندونوا عند سي عبد الله في الشريعه. وانت سي ابراهيم الدور تاعك راه مهم بزاف، راك في البلديه نضرك فهمني، اللي قد جاب لنا كل صغيره وكبيره، دخلوا خرجوا طلعوا كل شيء يكون على بالنا به. يا جماعه اللي ثقيل عليكم خفيف عليا. سي ميموني وما تنساش تعلم محمدوش، الصعيب راه عندكم، نعرفكم حاجه ما تشدكمش. راني فهمتك يا سعد القادر، راك على السلاح البومبات ديرهم راهم هنا. المهم يا جماعه الوقت راه جا، البارح كان ليهم اليوم وغدوه علينا حتى تتحرر البلاد. الله اكبر. تحيه الجزائر. تحيه الجزائر، نتكلوا على الله وفي الاخير نرفعوا الجلسه اذا ما كانش اسئله. ما كان حتى سؤال، ما بقى غير السلاح، هذا ما ينفع معاهم غير النضال والكفاح. هيا يا جماعه قدموا هذا الاعلام للعهد. يدينا في يدين بعض ونقولوا نعهدوك يا الجزائر. نعهدوك يا الجزائر. نحروك. نحروك. الاخر تقدر في دمنا. الاخر تقدر في دمنا. السلام عليكم. سي مبارك. وعليكم السلام ورحمة الله. عاش بشافك يا خويا. كيفك مدايرين؟ لاباس لاباس. تفضل. مرحبا بك. زرت بركة يا خويا. لاباس سي مبارك. كيفك مدايرين؟ لاباس. واش أخبار؟ الحمد ربي. الحمد لله يا ربي. قولي سي مبارك، كي راها داير خويا بابا؟ ما تشكرش، راه من المدو في الشبيبة في كازينة ويعاملوهم الخواع باه يدوهم عند الطبيب في التياتر. ايه احنا نموتو هما يسلكهم الالمان. ايه صبر صبر، اليوم عليهم غدوا علينا. نص الجماعه راه تم. Capitaine, nous avons appliqué cette instruction. Ils sont là. Si vous voulez, sergent. Salut les amis. Comment allez-vous? Aujourd'hui, on a besoin de vous pour combattre les Allemands. La France est votre pays. Razam Mahish, Omar Hamed Koumbledna, Derhia Oumna. Tais-toi! La France est votre mère. Elle vous apprend à lire et à écrire.
Elle vous donne à manger. On a besoin de vous. صح. تبغونا الخير. دا جوع دي حقرة. طقول يا ولد الحلوف. Tu me parles sur ce ton? Comprenez-moi. Comprenez-moi. L'Algérie et la France. Et la France et l'Algérie. حاشا ليا. زي ما هيش فرنسا. تفلتي قلت. Qu'est-ce que t'as dit toi? Taisez-vous, tous les deux. De toute façon, vous irez tous, de gré ou de force. Allez, à la douche. إحنا ما ندوشوش وما نغسلوش. إحنا مسلمين وطاهرين. نتوضو خمس خطرات في النهار ونقولوا لا إله إلا الله محمد رسول الله. إحنا مؤمنين ونقيين عليكم. توا غوز كول. راه جاي نهاركم. ونبدا بك انت الاول. من جبال مطر صوت الاحرار ينادينا للاستقلال. من جبالنا طلع صوت الاحرار ينادينا للاستقلال. ينادينا نغالب خويا كلشي راه مسركل. كل هذا مسركلين كلش. راك متأكدة بلي ما شاف حتى واحد؟ قول لك مهني الأحسن حتى واحد ما شافني. الحمد لله. ويا درا الجماعة كيصرارها. الجماعة حكموهم البارح في المظاهرة. حكموهم كامل؟ إيه كامل. وين راهم؟ راهم الفوق في الحبس تاع كرطي. وعلى هادشي راني لقيت لك اليوم. الحركة راهي محتاجتك في مهمة ومهمة سرية. تروح للمعسكر إن شاء الله. المعسكر؟ إيه معسكر. نروح خويا. راكي واجدة. راني واجدة خويا نروح. نروح ما تخافش. وفي معسكر راح تلاقي معاه تقادر القصير، تعرفي ساعة تقادر. تقادر نعرف هذا رقع ليا. تلاقي معاه في لاكار وتقولي له باللي قالت لك الحركة ما تجيش، ما يتخوف لسعيدة. حتى اللي تهمت الحاجة شوية إن شاء الله. راه ناوي يجي؟ إيه راه ناوي يجي. نروح خويا ما تخممش. وقدامنا نسى، وأنت شنو دايرة فيها؟ لحسن خويا أنا ما تخممش عليا. قال لي طبه من الحركة راني نفده. وما تنساش باللي المرأة السعودية راهي واقفة مع خوها الراجل. على بال، على بال.
تنجمي تروحي وكيما قلت لك قولي له ما يجيش. ما تحممش خويا كل خير. ربي معك. الله يسهل. الله يسهل. لحسن. لا اله الا الله. محمد رسول الله. تحيا الجزائر. تحيا الجزائر. الله يسهل. تعرفيني ولا غيرك مشي بعدي؟ أنا سعدية ما عرفتنيش. سعدية شي جابك هنيتي؟ أمي موني لحسن سني عندك. شو كاين؟ أي جماعة الحكمت قاع. حكمت؟ عندك ليشوفوني. كسرات القضية كسرات. ما نجيبش نفهمك راني خايفة على نحكم. أمي يقولوا لك جماعة ما كان لا تدخل. سعيدة راني نسرقها راهم يحوسوا عليك. نأكد لك ونعاود لك ما ينفعكش تدخل عاد قادر. شوفي. Des Nations Unies et c'est la victoire de la France.
السلام عليكم. السلام عليكم. سعد الله. اهلا وسهلا. السلام عليكم. سعد الله. سعد الله كيفاش؟ لاباس شيخ. السلام عليكم. لاباس. 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 بخير. الحمد لله. الحمد لله. كيراك يا شيخ عبد الله؟ الحمد لله ربي وشكرا. الحمد لله. وانتم راكم بخير. الحمد لله. الحمد لله. كما تعرف ويعرفوا جماعة حالة الاستعمار. بصح ما بقاش قد اللي فات. ان شاء الله. ان شاء الله. ان شاء الله. ان شاء الله. إذن يا جماعة بسم الله رايح ندير الاجتماع نتاعنا. بسم الله. جماعة اليوم راني لغيت لكم الأمر مهم مهم بزاف. قولها لحسن خبر جماعة. راكم عارفين يا جماعة بلي المستعمر راح يحكم على الخوا في المظاهرة نتاع 2 ماي وراهم في الحبس. ما نحكي لكمش كي راهم. وزيد فرنسا راهي بلعت. بلعت على سطيف. قالما خراطة. على بلايص وخد آخر من الجزائر. الله يرحمهم لازم نديروا حاجه دروك ما نفوتوها لهمش يا ولو كان نموتوا معاهم اصبر يا مبارك ما تقلقش راكم عارفين بلي بعت الاخت سعديه باش تلاقى مع سعد القادر القصير اللي راه في اجتماع وطني تلاقى معاه في معسكر قلت لها قولي له باش ما يدخلش الحياه راهي مزيره وزاد الكلاب راهم يحوسوا عليه ليل ونهار زيد يا الحسن الجلسه وخبرته تلاقيت معاه في لاكار الحمد لله لحقت الوقت المناسب الحمد لله الحمد لله كان باغي يركب الماشينه راكم عارفين سعد قادر قلبه حار شويه تقلق وبغى يدخل مي الحمد لله اختنا دارت المجهود تاعها واكدت معها باش ما يدخلش مزيان وعطاها التعليمات اللي يقول فيها خبرنا يا سي الحسن واش قال لها قالها لازم نبدو العمليات ايه نبدو العمليات باش نخفوا شويه من الزيارة اللي دارتها فرنسا على الولايات الاخرى الحمد لله يا ربي جاء وقتهم وجاءت ساعتهم الله اكبر يتسمى نبتهم الليله لا يا محمود مش الليله غدوه ان شاء الله ان شاء الله راني وجدت وخططت لكل العمليات غدوه ان شاء الله يتنفذوا اذا ما كانش مانع ان شاء الله كان لا مانع لا والو المهم يا جماعه التعليمات تقول راح نقسموا المهام باش تسهل علينا الحياه نحن ان شاء الله ان شاء الله نبداو بالسحنيتي إذن يا جماعة هذو هما التعليمات والتوجيهات لتنفيذ العمليات هيا الخوا الشي اللي راه داير الاستعمار فينا محال تنسى واللي نساه اللي نساه ما عندهاش غير على بلاده وخسارة في كلمة الجزائري وخاصة هاد العوام وين هاد الشعب القوي هاد الشعب الصامد راه يعيش أصعب وأمر أيام جوع فقر مرض وحقرة بينما الفرنساويين الرواما يتمتعوا بخير هذه البلاد واللي نسى وبغى ينسى نفكروه بالبون اذا عندك البون يعطونا ذوك الكلاب الخروب اللي رانا نطحنوه نخدموا به الخبز هذا الخبز المر حتى القهوة نحلوها بالتمر على خاطر ما كان السكر سي عبد الله واللي زادت كملت على الباقي بيدو الشبيبة نتاعنا يحاربوا معاهم كونتر الألمان إذا ربحوا هما يعطونا الاستقلال تاعنا جماعة الاستقلال ما يمدوش الاستقلال يجيبوه ويجيبوه بالقوة ما بقاش قد اللي فات جماعه زيروا رواحكم اذا رايح نختموا الجلسه نتاعنا اذا ما كان سؤال انا عندي غير كلمه يا جماعه تفضل سعد الله ما تنسوش العهد اللي عهدناه موش غير بيناتنا العهد اللي مديناه راه بيننا وبين الله سبحانه وتعالى سبحانه وهو بعهد الله اذا عهدتم والكلمه التاليه اللي نقولها لكم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون صدق الله العظيم صدق الله العظيم إذن يا جماعة رايحين نختموا الجلسة نتاعنا
كما جرت العادة مدوا يديكم لاحد. يا الله تحية الجزائر تحية الجزائر تحية الجزائر. بسم الله صلوا جماعة. الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة حي على الفلاح. قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. اجمع الله اجمع الرأي. الله يجعل ان شاء الله البركة فيكم. أمين. والله يجعل الفتح والنضال ان شاء الله فيكم. أمين. والله يجعل ان شاء الله كل قدوه ان شاء الله قدم ساق ان شاء الله. أمين. والله يجعل هذه الخطوات ان شاء الله نحو النضال ونحو الحريه ان شاء الله. أمين. وما تنسوش خوتكم واهل خوتكم واللي ماتوا واللي راهم محبوسين واللي راهم قاعدين في ديارهم ارامل لا من يعيلهم لا من والو. ما تنسوش هذه الحاجه ديروها في بالكم مليح مليح وفي رسالكم غايه وما تنسوهاش كاع. الله يجعل الفتح على يديكم. امين. والله يجعل ان شاء الله ربي يرزقكم الصحه والعافيه ان شاء الله. أمين. والله يجعل ان شاء الله المهمات ان شاء الله تقوم بالنجاح التام ان شاء الله. نتكلم بالنجاح التام. وفي الاخير نقول لكم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتا بل احياء عند ربهم يرزقون. صدق الله العظيم. وهذا بالك يكون العهد بيناتنا التالي ويكون اللقاء بيناتنا التالي وان شاء الله يكون هذا هو المراد ويكون هذا ان شاء الله العملية تنفذ بنجاح ان شاء الله. الله يجعلكم مبارك ان شاء الله. شبينو من الليل الليل عاود يجري بالجام الجام والفارس مكان مكان يا بلاود طويل طويل فارس عليه العار العار لازم الدم يمحيه يمحيه. قالوا ناس زمان 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 عن كل الفرسان يا جماعة زين الله تورج الرجال دابا تسمحوا تمسحوا لي الدموع خرج كل واحد حرز روحه كلاب ما عارفينش كل بلاصه ما يكون غير خير. الله اكبر الله اكبر الله اكبر. تحيه الجزائر تحيه الجزائر. يعطيكم الصحه.
صباح الخير سي عبد الله. صباح الخير. ادخلي يا خير، مرحبا بك. يا الله، بسم الله الرحمن الرحيم. كيرك شوي لاباس؟ راني غاري. هيا بخير. الحمد لله. الحمد لله. جابك ربي بعد، نقي الشريعة مادام أخاوي. أنا بروحي راني جاية باش نقي. أيوة. الله يعاونك إن شاء الله. الطالب راه غير يدس في الدراهم الكتب في هذا الصندوق، ودائما من يشوفني يخلع. شو راه يدس فيهم، دراهم ولا كتب؟ انا نظن دراهم، وانا في شحال ما عطانيش فرانك. مكتوبين بالرومية، حتى انت الطالب راك تحشق وتكتب بالرومية. ايه مرتك نية ما جايب اخبر. انا نروح لمدام ريكو تفهمني، بعدا نفطن مرته نية. صباح الخير مدام ريكو. بونجور كيرا، هيك كلكا. هاني مخلوعة، صبري عليا نشرب شوية حليب. اسيتوا. هاني مخلوعة، شتي داك الطالب تاع الشريعة؟ ها الطالب ويجو الكوني كسكيلا؟ راه معاه وخت أخرى، معاه مدام وخت أخرى. أبو؟ واه طالب؟ واه ورومي ينظر. مرته مسكينة نية ما جايب أخبار. شوفي رجال زعما طالب يلترو مسافة. هاكي يا مدام اقري هادو وفهميني، أنا اللي رايحة نقي. دوم دوم تو فوا لي زوم سون توس دي دياب. Thank you.
ouvre le doigt. Celui-là ne me plaît pas. Regarde-moi. T'allais traiter un voyou. Je vais finir par lui mettre une balle dans la tête. Hé, hey, Taleb, qui est votre chef? Rabbi. On a tous le même Dieu. Wallahu musta'anu ala ma tasifun. Lève-toi! Regarde-moi, Sidi. Viens avec celui-là! Regarde. Qui est votre chef? Chef, ma Rabbi. Qui vous a donné les armes? Les explosifs? Le drapeau? يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلهم تفلحون. يلا وفات لي مالا. كيف votre chef? Qui vous a ordonné pour ces actes? Vous allez payer cher. Soit. À genoux, Sidi. Boire de l'eau, hein? Non. De l'eau, hein? La cour! De l'État français, le tribunal militaire de Rome, après étude du dossier des inculpés ici présents, tous membres du Parti populaire algérien, accusés de haute trahison, atteinte à la sûreté de l'État français et dégradation de biens de l'État, les dénommés Mimouni Lassen, Ben Orma Atalla, Kadi Hanifi. Dilladi Mahmoud, Megarbi Fatmi sont condamnés à la peine de mort.